ستر جميلة ولا فيها مشاكل الحمد لله. ما نسوي له شيء بس نرش بالصابون البوتاسي، هذا طبعا متعفن لأنه كان الحوض يمتلي ماء، هذا كان مزروع في حوض من الماء، هذا مزروع في حلبة تذكرون، ريحة الحلبة ما شاء الله إلى الحين موجودة. لاحظوا كوسة ما شاء الله، زرعنا كم حبة كوسة وباقي حلب ما حصدناه ونبي ينضج. عندنا الجرجير ما شاء الله عود ما لقى أحد يحصده. الفول أيضا زهر، هذا الفول الفول اللي ناكله العادي ومزهر، وهذا ما شاء الله شوفوا الذرة الصفراء، شوفوا حبتها مزروعة من البذرة، سبق شرحت لكم عن البذور موجودة في متجرنا متجر السور الزراعية. البذور مع شرح طريقتها بكل بساطة، والجزر خلينا نشوف الجزر، هذا 4 شهور الجزر يجلس، هو أطول شيء يقعد. طبعا زراعة مكثفة، كان المفروض تكلمت عنها في اول ما زرعنا انه لا نبت تخفف بحيث يكون بين كل شجره الشجره الثانيه من هذا المقدار 10 سنتي. طبعا احنا انشغلنا جدا في زراعه البعل والدنيا هذه، فهنا نلاحظ انه زراعه مكثفه، مكثفه بيطلع حجم الثمار صغير. شوفوا هذا الجزر صار صغير، طبعا باقي له شهر ما بدرى عليه 4 شهور، ومزروع بشهر 12 نهاية ابريل ان شاء الله بيكون كبير. بس شوفوا ما شاء الله هذا جزر طبيعي، يعني شلون طبيعي؟ يعني انه ما حطينا له اسمدة ومبيدات في البيت ما شاء الله تبارك الله. هذا كله ذرة صفراء ان شاء الله بنتابع معها والامور طيبة. هذا الزهرة ما شاء الله خلاص اكتمل نموه، طبعا هذه زرعت في الشتلات، هذه زراعة شتوية، والجدول حق الشتلات وزراعة قصدي البذور والخضار كلها مشروح، حطينا لكم. هذا الخس ايضا صار كبير، يعني احنا زرعنا هالحوضين وبلشنا بتالنا نحصد منه نوزع منه ما شاء الله. مبروك زراعة الخضار، تبغى تحطون مزرعة خضار لا تكبرون، خلوها مترين في 4 خلاص تبي تملاكم. هذا طبعا اللوبة الشجري.